كم الاخوان بخير عنين كل شيء مزيان. احنا جبنا الدجاجات الاخ عزيز وما الدجاجات اخوتي عزيزه ساكن في الفوارات اقبال في واحد البلاصه سميتها اقبال. اقبال نيت زوينه تبارك الله عنده دنيا يا سلام. هادشي اللي كيبغي الدجاج هاد الخضوره وهاد جبنا له هنا خالص سلالات في يومي واحد ثلاثه دجاجات ديال الايزابراون ومسلعات تبارك الله نقيه فيها باقي صغيره فيها تيتقات صغار وعندو تا هو تبارك الله عندو هنايا الفيومي هو كاين الفيومي هنا الذهبي والألمنيوم وهاد الحمراء نسيت على سميتها راه عندها هي ماشي فيومي أورانج عندها واحد السمية واحدة أخرى اللهم بارك. اجي البطل اجي تصور شو سميتك؟ ابراهيم. دخل ابراهيم باش تبان في اليوتيوب دخل ابراهيم ديالك الدجاج ديالك انت اللي مقابلو واعطينا شي بيضه باضو ولا مازال؟ مازال ما باضوش فين كيبيضو؟ المحل تبارك الله مزيان داكشي يا سلام هاد المحل خاوي عندك هاديك تجي جا في ليلساتها هي فلاس ديال الفيومي تبارك الله سلعة زوينة عندو راه راشمة البيضة الذهبية كاملة راشمة والإزابراون أخوتي يوم الجوع فيكم الجوع تبارك الله الاخوان الجلسه هذه الاخوان تشريها بفلوس اخوتي اقسم بالله تشريها بفلوس السي بدر قال الجمعيه السي بدر صادق بي علي البلاصه ديال الدجاج اخوتي عنده الهيه تي ساعه الدار هنا الدجاج راه دايروا الهيه في الجرده كاين تبارك الله التوت هذه اعطيها واحد الظل ما شاء الله هادشي عندك اللهم بارك الله يسخر اخو عزيز هو بغي نرش الطوموبيل ويسهل عليك البطل